باسم الآب والابن والروح القدس الإله واحد أمين. أهلا ومرحبا بكم أحبائي المشاهدين في الحلقة الرابعة من برنامجنا البحث عن الحقيقة في الكتاب المقدس. الحقيقة زي ما حضراتكم تابعتوا معنا الثلاث حلقات اللي فاتت، اتكلمنا في الحلقة الأولى عن تعريف الوحي الإلهي وتطرقنا إلى اللغة الرئيسية وعرفنا بالضبط حرفيا معنى كلمة وحي إلهي. في الحلقة الثانية تكلمنا على طرق الوحي الإلهي وعرفنا إزاي ربنا أعطى كلمته للشعب من خلال الأنبياء ومن خلال الرسل، وعرفنا أن في طرق كتيرة سواء كان في العهد القديم أو في العهد الجديد. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا على طبيعة الوحي، إزاي كانت كلمة الله وإيه الحالة اللي كان عليها الكاتب أثناء تدوين الكتابة، وعرفنا برضو ان في جانبين، جانب الهي وجانب بشري، بمعنى ان الجانب الالهي بيعطي الكلمة بدون خطأ، مفيش يعني نسبة مئوية تقول ان ممكن كلمة ربنا طبعا تكون خاطئة، حاشا لله ان يخطئ. اما الدور البشري فكان بيوصل الكلمة دي اللي هي بدون اخطاء، يوصلها للشعب بأسلوبه الخاص بيه اللي يقدر يفهمه الشعب ببساطة. بنعمة ربنا في الحلقتين الجايين اللي هي الحلقة الرابعة والحلقة الخامسة هنتكلم على نقطتين مهمين. النقطة الأولى عن التقليد الشفوي، والمقصود هنا بكلمة التقليد اللي هو الوحي الإلهي، ده اللي أنا أقصده يعني في الحلقة، إزاي الوحي الإلهي كان شفوي. والحلقة الجاية إن شاء الله هنتكلم عن أهمية كتابة الوحي دوت وإزاي اتكتب وإزاي برضو قدر يتعامل بيه الناس سواء كان شفويا أو مكتوبا. وعلشان طبعا الكتاب المقدس زي ما قلنا هو كلمة الله، فكان لازم ربنا يهتم طبعا بكلمته ويهتم بالأكتر إن هي توصل للناس علشان خاطر إن هي تعطي الهدف المطلوب ويكون في علاقة ما بين الله وما بين الإنسان. هنشوف مثلا كده كلام ربنا لموسى النبي زي ما قاله في سفر التثنية الإصحاح السادس من أول الآية 6، ولتكن هذه الكلمات التي أنا أوصيك بها اليوم على قلبك. على قلبك طبعا يعني ده أهم حاجة، أن يكون في علاقة حب ما بين الله والإنسان، وقصها على أولادك، لأن هدف ربنا زي ما قلنا أنه يوصل كلمته لكل الناس، وتكلم بها حين تجلس في بيتك وحين تمشي في الطريق وحين تنام وحين تقوم، واربطها علامة على يدك ولتكن عصائب بين عينيك، واكتبها على قوائم أبواب بيتك وعلى أبوابك. شفتوا قد إيه ربنا مهتم بكلمته، إن هي مش بس الناس تحفظها أو تتكلم بيها، لا، ربنا عايز الناس تحفظها وتتكلم بيها وتكون دايما كلمة ربنا قدام عيوننا في كل مكان. طبعا هي دي زي ما قلنا الأهمية بتاعت كلمة الله. طيب في الأول طبعا كانت كلمة ربنا عبارة عن تقليد شفوي مش مكتوبة، لأن لسه البشر ما كانوش يعرفوا القراءة والكتابة، عشان كده نلاقي ان التقليد الشفوي للكلمة الله هي اللي كان سائد في الوقت ده، وده بيأكده معلمنا داود النبي في المزمور 44 الآية الأولى، يقول كده: اللهم بأذاننا قد سمعنا. ركز هنا داود النبي على الأذان، معنى كده ان كان الانتشار لكلمة الله عن الطريق الشفوي زي ما احنا قلنا من شوية. آباؤنا أخبرونا، وهنا بيتكلم ان الكلام ده منذ عصر الاباء، وده العصر الاول في علاقة البشرية مع الله. اخبرونا بعمل عملته في ايامهم في ايام القدم. بيأكد ان اول طريقة لانتقال او انتشار كلمة الله هي التقليد الشفوي، وطبعا ده كان ليه اهميته، لان مين اللي كان بيحكي برضه؟ زي ما هنشوف كمان شوية هنلاقي مثلا ادم حكى الكلام ده لأولاده، أولاده حكوهم لأولادهم، وهكذا لحد ما وصل الكلام للمرحلة المكتوبة، وبعد كده المرحلة المكتوبة بقت في إيدينا كلنا نقدر إن احنا نطلع عليها زي ما هو الكتاب المقدس ما تغيرش منذ القدم. والحقيقة
أهمية الآية اللي احنا قرناها دلوقتي اللي قالها معلمنا داود النبي بتخلينا الحقيقة نرد على سؤال مهم جدا جدا جدا، إزاي عرف موسى الكلام اللي دار ما بين الله وما بين آدم وما بين حواء؟ أو إيه الحوار اللي دار ما بين الحية وما بين حواء، والحوار اللي دار ما بين حواء وما بين آدم، وطبعا كل الحاجات اللي هي بعد كده؟ طبعا احنا عارفين او اتكلمنا في الحلقات الثلاثة اللي فاتت ان طبعا ربنا اعطى الوحي الالهي للانبياء، ماشي، لكن في نقطة مهمة برضو نعرفها، هي التقليد الشفوي. بمعنى ايه؟ بمعنى مثلا ان مين اللي عرف ادم مثلا ان هو يقدم ذبائح؟ الله. طيب مين اللي عرف ولاد ادم ان هم يقدموا ذبائح؟ آدم. هو اللي قال لهم إن ربنا لما إحنا أخطأنا، وبدأ يحكي طبعا الإيه القصة، الشيطان دخل في الحية واتكلم مع حواء أمهم، وإن حواء أغرت آدم وآدم أخطأ، وهكذا. كل الكلام المكتوب في الكتاب المقدس ده أساسه هو التقليد الشفوي، أو انتقلت كلمة الله عن طريق الشفوي الأول قبل الكتاب. زي مثلا هنشوف من خلال دراستنا لسفر التكوين الإصحاحات 5 و9 و10 و11، 5 و9 و10 و11، من خلال الأربع إصحاحات دول نقدر نعرف إزاي برضو انتقلت كلمة الله عن طريق التقليد الشفوي. على سبيل المثال هنقول كده إن آدم اللي عاش 930 سنة سلم ما تسلمه وعاشه شخصيا في جنة عدن لأولاده، أولاده اللي هما مثلا على رأسهم شيس اللي عاش 914 سنة، يعني عاش منهم 800 سنة مع أبوه. أعتقد أن 800 سنة كافية أن آدم يحكي لابنه كل الحاجات اللي هو حضرها واللي هو عاصرها. يعني احنا برضو حتى في الكنيسة بنمشي بنفس التقليد دوت، ان مثلا كل القراءات اللي بتقراها الكنيسة في عيد الميلاد بتاعة سنة 2023 هي اللي كانت موجودة في 2022 وموجودة من اول ما اتكتب كتاب القطامار الزوت. ليه؟ عشان اللي حصل ده يتنقل من جيل الى ايه؟ الى جيل. وعمرنا طبعا ما زهقنا من تكرار القراءات دي علشان خاطر أولادنا يتعلموها، وعشان كمان تتأكد المعلومة عندنا. وممكن كل مرة في معلومة مثلا انتهت مننا السنة اللي فاتت نقدر نفهمها السنة دي، وهكذا. كل قراءات أسبوع الآلام ما تغيرتش، كل قراءات الأعياد ما تغيرتش، الأيام الأحاد زي ما احنا عارفين طبعا وبندرس الموضوع ده في الطقس. فده اللي كان ماشي زمان. حتى في نظام الأعياد في العهد القديم كان مثلا في كل عيد وبعد تقديم الذبائح يقعد على المائدة، أو تجتمع الأسرة أو الأسر يعني المشاركة في الأعياد، يقعد أكبر واحد على رأس المائدة وأصغر واحد قدامه من الناحية التانية، ويبتدي أصغر واحد يسأل أكبر واحد يقول له إحنا ليه النهاردة بنحتفل بالعيد ده؟ يبتدي أكبر واحد يقول له إحنا بنحتفل بالعيد ده، ويبتدي يذكر ليه هم احتفلوا بالعيد ده. يقول له مثلا عشان خرجنا في مثل هذا اليوم، خرجنا من الأرض اللي كان فيها العبودية أرض مصر، وربنا أعطانا كذا وكذا وكذا وكذا. هو ده التقليد الإيه؟ التقليد الشفوي. فطبعا كل طقس كان بيتممه آدم أكيد ولاده كانوا بيسألوا إحنا ليه بنعمل كده، وكان آدم بيقول لهم إن ده طبعا أمر إلهي عشان إحنا أخطأنا وعملنا 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 وعملنا. 800 سنة اللي عاشهم شيس مع أبوه آدم طبعا تعلم فيهم كل الطقوس، وعرف في من خلالهم كل الكلام اللي ربنا قاله وأعطاه لآدم، وممكن يكون في حاجات ربنا أعطاها لآدم أثناء حياتهم هما الاثنين مع بعض. كل اللي تسلمه من آدم أعطاه لابنه أنوش. ابنه أنوش ده عاش 905 سنة، 905 سنة دول عاصر فيهم أبوه من خلال 807 سنة، يعني برضو مدة كافية جدا جدا جدا. وهنلاحظ بقى ان انوش مش بس تعلم من ابيه شيس، لكن تعلم كمان من جده ادم، لان ادم او زمان في العهد القديم كانت الاعمار كبيرة جدا، كان ممكن
يعني الشخص زي آدم يعاصر أكتر من جيل، وفي كل جيل طبعا بيعطي إيه؟ بيعطي تعليم لأبنائه وأبناء أبنائه وأبناء أبناء أبنائه وهكذا. وزي ما قلنا فضل الكلام دوت مستمر لحد ما وصل لموسى النبي اللي قدر يسجله في الكتاب المقدس مكتوبا في الأسفار موسى الخمسة مثلا اللي هو كتبهم، وهكذا كل الأمور اللي تخص الكتاب المقدس انتشرت. عشان كده نلاحظ مثلا الكلام اللي هو الشفوي ودقته في ايه بقى، مثلا زي مثلا نلاحظ ان أنوش سمع كلام من أبوه وسمع كلام من جده، ولاحظ ان مفيش اختلاف ايه ما بينهم، وهو نفسه اعطى نفس الكلام بكل دقة لأبنائه زي ما قلنا لحد ما وصل لايه لموسى بدون تحريف وبدون تغيير، لان طبعا هو مش بيسمع من حد واحد، بيسمع من اكتر من حد، والاكتر من حد دول بيدوا نفس الايه المعلومة، لان زي ما احنا قلنا ربنا طبعا قادر ان هو يحافظ على كلمته وبدون اخطاء وبدون تحريف. وطبعا اللي بيكمل كل الكلام ده زي ما قلنا في الحلقات الاولى هو ان ده وحي الهي اعطي من الله للانبياء. فضل الحال دوت مستمر حتى كتابة الكتاب المقدس. واعتقد برضو ان نفس المواضيع دي بتحصل معانا احنا شخصيا. انا مثلا لما اشوف صورة لجدي ببتدي اسأل بابا مثلا دي صورة مين، هيقول لي صورة جدك اللي عاش في الحتة الفلانية واتولد في الحتة الفلانية وشغله كان في الحتة الفلانية فتنقلنا معاه من المكان ده للمكان دوت، وان هو يعني اولاده فلان وفلان وفلان وفلان. ده برضو التقليد الشفوي حتى في تاريخنا الشخصي احنا برضو بنستخدم التقليد دوت، رغم ان طبعا قليل جدا اللي بيكتب تاريخ عيلته مكتوب، لكن بيفضل تاريخ العيلة معروف من خلال التقليد الشفوي. وطبعا ما بقاش فيه تغيير لان كل واحد بينقل نفس الكلام بالظبط، والكلام اللي هسمعه من ابويا هو الكلام اللي هسمعه من عمي هو الكلام اللي هسمعه من خالي، فبتبقى طبعا الاحداث كلها ثابتة وما فيش حد يقدر ان هو يغير فيها. طبعا بيزيد على الموضوع دوت ان الكتاب المقدس هو وحي الهي ممنوع ان هو يكون خطأ او ممنوع ان يكون فيه ايه تغيير، لان ربنا زي ما شرحنا قادر على حفظ كلماته. ويمكن مثلا زي ما أشعيا النبي كتب هل عذراء تحبل، طبعا يعني هو ما كانش مستوعب اعتقد يعني ازاي عذراء وتحبل وتلد، فطبعا ما قدرش برضو ان هو يتغير الكلام ده لانه كلمة الله. وحتى برضو في الترجمات لما حب سمعان الشيخ يغيرها برضو ربنا قال له وارسل له رسالة وقال له لا اكتبها زي ما هي وانت مش هتموت غير ما تعاين مجد الله، وفعلا لما عمل كده او عاين مجد الله قال له الان يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك لان عيني قد ابصرت ايه خلاصك. فده التقليد الشفوي ده كان نقطة مهمة. عايز اقول حاجة كمان، ان رغم ان التقليد الشفوي ده صار فيما بعد مكتوبا الا ان فضل التقليد الشفوي ده مستمر. ليه؟ لان طبعا مش كل الناس بتعرف تقرأ وتكتب. احنا عارفين ان في طوائف يهودية كتيرة منهم طائفتين بس يمكن هم اللي كانوا بيعرفوا يقرأوا ويكتبوا اللي هي طبقة او فئة الكتبة والفريسيين. حتى في العهد الجديد السيد المسيح نفسه لما كان بيتكلم مع الشعب هنلاحظ ان هو اتكلم مع فئتين مختلفتين. في فئة من الفئات كان ربنا يقول لهم ايه اما قرأتم، يعني ربنا لما كان بيحب يتكلم معاهم عن حاجات مكتوبة في العهد القديم كان يقول لهم كده اما قرأتم، ده معناه انهم بيعرفوا يقروا ويكتبوا. واما الشعب البسيط فكان ربنا لما بيحب يتكلم معاهم عن حاجة موجودة في العهد القديم يقول لهم ايه اما سمعتم. فاذا التقليد الشفوي كان مستمر حتى بعد كتابة العهد القديم كله، وايضا بعد كتابة العهد الجديد فضل التقليد الشفوي مستمر. ويمكن احنا برضو في الكنيسة في القراءات مش لازم او مش شرط ان كل واحد في الكنيسة قاعد بيبقى ماسك معاه خلاجي او قطمارس او كده وبيعتمد في سماع الاخبار عن طريق السمع، بالسمع العظة سمع القراءات بنسمعها مش لازم اللي احنا نقراها كلنا، هو واحد بس شماس واحد او اب كاهن واحد او مثلا سيدنا اذا كان موجود هو اللي بيقروا الانجيل والباقي بيعمل ايه بيعتمد على التقليد الشفوي. صحيح طبعا صارت كلمة الله مكتوبة ودي ليها اهميتها، وان شاء الله الحلقة اللي جاية هنتكلم على
أهمية كتابة الوحي الإلهي. اتكلمنا النهاردة عن الوحي الإلهي شفويا وأهميته، ورغم أهمية التقليد الشفوي كان لازم يكون كلمة الله مكتوبة، ودي بنعمة ربنا زي ما قلنا هنتكلم عليها الحلقة اللي جاية. ربنا يعطينا نعمة وبركة من خلال كلمته، وبفكركم ان احنا منتظرين تعليقاتكم واسئلتكم على الميل اللي موجود على الشاشة، عشان ان شاء الله نعمل حلقات خاصة نرد فيها بنعمة ربنا على اسئلتكم. بشكر محبتكم، ولإلهنا كل مجد وكرامة الى الابد، امين.